عايز ايه؟ بتنادي على مين؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ سيزا سيزا أرجوس. عايز ايه؟ هو أرجوس كلم مع مسعود. أرجوس وما تجيب له كده طبق، تجيب له طبق كارت اهو. اي هات له طبق كده يا رامي، هيجيب لك اهو. خد، هيجيب لك هيجيب لك. نادى عليه نادى عليه نادى عليه، يلا نادى عليه نادى عليه، يجيب لك الاكل. ارجوس نادي، يلا شاطر نادي، يلا على الاكل، نادى على الاكل، نادي على الاكل. نادي يلا، هات الاكل يلا. بس يا جماعه ارجوس منتبه ازاي للاكل وفاهم الكلام اللي انا بنقوله له؟ طبعا مستني طبعا الاكل بتاعه. اوكي اوكي، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، اول ما بنقول الاكل جه بينتبه. اوكي اهو اهو، هات الاكل، الاكل اهو، تعالى يا سيدي الاكل اهو، تعالى يا سيدي يلا اديله طبق. ما رضاش ياكل غير مين يا سيدي؟ لا انا محطله. ايه؟ ما تحطوش؟ ما حدش بيحطه. امال انت خايف منه ولا ايه؟ لا بنتعامل معاه. اه الاكل جاهز، انا ما رضاش على طول، ما رضاش على طول. ما فيش حد يجرب مني. ايه الاكل اهو. الاكل اهو. استنى ما تديلهوش، هو هيعمل ايه؟ اقعد. ايوه. شوف هيعمل ايه؟ يا سلام على الاحترام، سلم. يا سلام على الاحترام. كله عشان استنى، عاسر استنى. لا هو سلم. سلم علشان اديك الاكل يلا. سلم تاني، سلم. ناخد الطبق. ما اسمعش كله. يلا اديله سلم يلا. سلم. برافو. برافو. والله ينفع كده. اه والله. سلم بيدك الثانية. سلم. طب خد. الله. ليه مستقبل والله. انا هنفتح مزرعة ونفسكم. بص الولد. ياسين تعال ارجوس، عايز اديله يا اقعد عشان ما صدق اكتر ازاي. بص 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 بص، خد شغل عامل بقى معانا. لا ده انا كابتن كابتن يعني. تعالى هنا تحت تحت. برافو برافو تحت. برافو تحت تحت. احلى ارجوس. اب سلم سلم. احلى ارجوس. سلم على القمر، سلم على القمر، سلم على القمر. ايوه كده. خد ارجوس، دماغه ذكيه بس بتشتغل بالاكل. اه ايه تحت تحت. جود. بس برضه ملوش امان يا جدعان ساعه الاكل. اه ساعه الاكل ما اعرفش حد. اه ده وين؟ ما اعرفش هنا، ما اعرفش ابوه تحت. ايه الحلاوه دي؟ ارجوس يا جدعان، يا سيدي ارجوس. خد هيا كده على الطبق خلص. قول يلا. خد خد في اتنقه. استني كده، في عجل. الطبق فاضي اهو، الطبق فاضي. استني أرجوك. آه. فاضي يا حبايب. آه. عايز ده. هو ايه ده؟ عايز ده. الحصو. راح فين؟ أرجوز انت راح فين؟ قول يلا كمل يلا كمل. برافو. سيزر يا جماعة، كلب جيرما مستوى عالي. سيزر سيزر تعال اقعد يلا، اقعد يا سيزر.
سيزر. اللبن هيكسر العلم، اللبن هيكسر العلم. ارجوس اقعد اقعد، هيجيب لك تاني. طول الكلب ده جامد، حد مطول سيزر. بس هتعرف تاخده؟ اما ياكل ياكل ده فاضي. ارجوس اه بسم الله، اوعى ياخد ايدك. هو لا ما فيهوش، هو ده سريع والله، ممكن يدور ناحية اللي هناك وتلاقيه ده. نفسك بترمي حاجة ورا. ارجوس بس مفتح طوبة ولا حاجة. اهي 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 اهي. اوعى ارجوس مش عارف ياخد المكان يا جماعه من ارجوس. عيب استنى اديها له، اعمل نفسك هتاخدها ياسين تاني. ياسين مالهاش امان والله، ممكن يفتحها عليا. لا لا مش هيفتحها، هيفتحها عليا والله. لا فاضي والله، هتاكل فيه ايه؟ رد عليا هتاكل فيه ايه؟ فاضي وكتاب ربنا والله فاضي. قول له سلم. سلم طيب، سلم عشان تاخده. بصي بيسلم بنفس زي لما كان طبق، لما الطبق تحت ده يعني محترم محترم. احلى حلقه النهارده مع ارجوس. كده يا جماعه حلقتنا كانت مع ارجوس النهارده، وكنا بنشوفوه بياكل بادب وباحترام. ان ارجوس اساسا شرس، ما حدش بيعرف يحط له الاكل. اقعد مش هيجيب لك تاني خلاص، هو مش هيجيب لك تاني. مش طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ارجوس اهوت، كلبي طبعا شرس جدا ومحدش يعرف يحط له الاكل الا بالسياسه. وزي ما انتم شايفين كده دي حلقتنا النهارده مع ارجوس ومع سيزر، كان وجبه الاكل اللي هي بتاعه المغرب. طبعا احنا بناكله كذا مره في اليوم، دي بقى الوجبه بتاعه بالليل. طبعا خلصنا شغل بنحط كل واحد الطبق بتاعه ياكله. هو منتبه كده مستنظر ان ياسين راح يجيب له اكل، مستنظر ان ياسين يجيب له اكل. احلى حلقه النهارده مع ارجوس ومع الادب بتاع الكلاب معانا ومع التدريب بتاعنا. الكلب ده كان متدرب عندنا يا جماعه، وكلنا عارفين ان الكلب ده اقامه عندنا بقاله سنين سنين. تحياتي لكل الناس الجميله، الناس المشتركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان خاطر كل فيديو جديد يوصل لحضراتكم.